نحن تجمع الرفة هون موجودين تحت خطين كهربائيين مرات فوق المخيم بشكل طولي، يعني هدول الكهرباء في حال لا سمح الله إجا زعقة كهرباء يعني الخيم كلياتها في رماد، أو في حال لا سمح الله استهدف الروسي هذا التجمع الكهربائي يعني خالصين. نحن ساكنين هون في منطقة تعتبر خطيرة جدا تحت الكهرباء، وفي أطفال وفي نساء كبيرين. هذا صرنا 3 سنين هون ما كان بكهرباء، ولما إجت الكهرباء إجانا إخطار من الوزارة إنه كل شيء تحت الكهرباء بدي يطلع حصرا. وقت عم بصير مطر او عم بصير صواعق يعني ما عم نسجر ننام الليل، عم نقوم بالليل امرار بنفز وبنطلع وخايفين، ومثل ما الحوم محاطتنا هلق والميايا وحالتنا يرسلها، يعني نحن هاي الارض مستاجرينها استئجار، وصاحب الارض باع الارض وعبلح علينا كمان كل يوم بيجينا خلول الارض خلول الارض، وحكينا مشكلتنا واجت اسمائنا موافق عليها وعلى اساس ينقلونا، وراجعناهم قالوا لنا يعني ما في توجيه وما بعرف ايش. احنا اجت علينا كشف الاداره قالوا انتم بدكم تطلعوا بس ما بنسنا نطالع الكل. ليش يا اخي نحن تجمع واحد 30 35 عيلي؟ قالوا المهم عند الاخير طالعوا بيت من 30 عيلي 32 عيلي. احنا على الاداره تقول روحوا على المبنى الازرق يقول شغلكم عند بالاداره، ورايحين جايين. صرنا بهالفتره هاي 3 اشهر لا حق ولا باطل، ضرب الطيران الروسي عن المخيم متر قطع الشريط، لو بي كان كهرباء هب المخيم. نحن كلمتين مختصرات، لا اما يجوا يدبرونا وضعنا لا اما هنو بيتحملوا المسؤوليه. اهم مطلب انه الاداره ما هي اسمها اداره المخيمات اداره اللاجئين، نحن لاجئين، فليش اسمها اداره اللاجئين اذا ما اعتنت بموضوعنا؟ ليش اسمها اداره مخيمات اذا ما اعتنت بموضوعنا؟ الحلول ما في، نروح لعندهم يا اخي اعطونا ارض اعطونا كتل سكني. رحنا قالوا ارض هاي بدها استصلاح، ايه استصلحوا لنا اياها؟ قال على حسابكم. على حسابنا نحن والله حق كيلو ملح ما عندنا، والله العظيم حق كيلو فحم ما عندنا. ايه وبعدين عند الاخير قالوا رحنا لهم قلنا يا اخي بدنا كتل بكتل جاهزه بكلي، في 450 كتله جاهزه على السكن. رحنا لعندهم قالوا ما في توجيه. ايه ما في التوجيه؟ قال بس اجى التوجيه بنعطيكم خبر. ومتابعينهم كل اسبوع بنروح لعندهم وما في اجابه، يعني ما عم بيستجيبوا. Thank you.